السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بيكم، معكم مستر طالب أنا من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله نبدأ مع آخر جزئية في يونت 16 إن شاء الله، بارت 3 الجزء الثالث مع ليسونز 3 و 4 إن شاء الله. نبدأ على طول مع التيب سكريبت في ليسون 3. الكونفرسيشن اللي عندي أو الديالوج اللي عندي ما بين بوي 1 وأمير. Hello أمير، I haven't seen you for a long time. أهلا يا أمير، أنا ما شفتكش لفترة طويلة جدا. No, I've been away on holiday. أنا كنت بعيد في رحلة. I've only just come back. ولسه راجع زي ما بيقول كده. How was the trip? فالولد بيقول له كيف كانت الرحلة؟ قال له it was great but it didn't start very well. كانت رائعة ولكنها ما بدأتش بداية يعني جيدة. قال له why? What happened? لماذا؟ ماذا حدث؟ أمير هيبدأ يحكي بقى، بيقول له well on our first day في يومنا الأول we decided to go to the zoo، قررنا إن احنا نذهب إلى حديقة الحيوان. But we found out، ولكننا اكتشفنا that it had closed an hour before we got there، إنها اتقفلت قبل ساعة من وصولنا هناك، يعني اتقفلت من قبل ما احنا نوصل بساعة. Oh no، طبعا ده تعبير بيتقال لما بيكون في حاجة سيئة حصلت، يعني زي برضو يا إلهي ويا للعجب والكلام ده. تمام، بدأ يقول له أمير yes a snake had escaped، ثعبان هرب. And nobody knew where it was، ومحدش عارف أو لا أحد يعرف أين كان. How terrible، يا له من شيء فظيع. دي معناها وطبعا بتقال كده او بيبقى بعدها اكسكلاميشن مارك، علامه تعجب، يعني يا له من شيء فظيع، فانت متعجب من الامر اللي حصل. فامير قال له then بعد ذلك when we were leaving the zoo car park، لما كنا خلاص هنترك مكان السيارات او مكان الباركينج يعني بتاع السيارات اللي تابع لحديقه الحيوان، we saw the snake، راينا الثعبان. نستكمل مع بعض باقي السكريبت. فبوي 1 قال له really I can't believe it، انا مش قادر اصدق اللي حصل. فامير قال له it looked at us and moved very slowly past our car، نظر علينا او بصلنا وتحرك ببطء جدا past our car، يعني مرورا بسيارتنا. I had never seen a snake so close before، طبعا دي مش close، دي close noun، انا عمري ما شفت ابدا ثعبان بهذا القرب من قبل. قال له how wonderful، يا له من شيء رائع، وبرضه بعدها exclamation mark. But then a lot of men from the zoo arrived with sticks، العديد، ولكن بعدها العديد من الرجال من الحديقة، طبعا اللي شغالين في الحديقة، arrived او حديقة الحيوان يعني ما صح، arrived وصلوا with sticks، وصلوا معهم عصيان. Oh dear، برضه نقدر نعتبرها يا للعجب يا إلهي، كلها بتترجم تقريبا يعني قريبة من بعض. فقال له they didn't hurt the snake، هم ما أزوش الثعبان. خلي بالك دي hurt H-U-R-T، التانية قلب اللي هي heart H-E-A-R-T، لكن دي hurt. They didn't hurt the snake، هم ما أزوش الثعبان. And soon they took it back inside the zoo، وبعد فترة قليلة جدا أو قصيرة جدا هم استطاعوا ان هم ياخدوه، طبعا ما فيش كم استطاعوا، لكن أخدوه عائدين بي للداخل في حديقة الحيوان. قال له I'm very happy to hear that، أنا سعيد جدا لسماع ذلك. نستكمل مع بعض جزئية الـ language notes اللي موجودة عندنا على جزئية الـ listening. walk يمشي، أخلي بالي أني ممكن بتيجي a walk تمشية. refuse يرفض، برضو refuse قمامة. content راضي أو قانع، contents محتويات اللي هي بتكون في أول الكتاب، لما بتيجي تفتح الكتاب بتشوف الفهرست يعني، فإحنا بنشوف المحتويات. طيب هلاحظ إن الفعل do
بستخدمه مع الحاجات دي كلها، ان انا do the quiz يعني يؤدي الاختبار القصير او يقوم بي يعني homework do homework يفعل الواجب do the right thing يفعل الشيء الصحيح اللي هي يعني زي ما احنا بنقول اعمل الصح، وطبعا لا ننسى حزلقوم في هذا الموقف do the right thing اعمل الصح foolish things do برضو foolish things يعني يفعل اشياء غبية او اشياء حمقاء. طيب لاحظ ان so بيجي بعدها صفة وقبلها طبعا الجملة العادية، ودي جت طبعا جزء منها جه في القطعة زي مثلا باسم hasn't a snake so close before، سامح hasn't a snake ما كانش عنده ثعبان، او hasn't seen هي هنا المفروض hasn't seen او hasn't been بس المفروض hasn't seen a snake so close before، so close before ما شافش ثعبان بالقرب منه قبل كده، طبعا هنا المفروض hasn't seen تمام a snake so close before ما شافش ثعبان بالقرب منه قبل كده. طيب عندي be يعني يكون، هحط verb to be بقى ان كان present or past، the first person to يعني اول شخص ان، وبيجي طبعا بعدها ما دام في to على طول معظم الاحوال احنا بنحط infinitive verb. Peter was the first person to arrive to work، Peter كان اول واحد يوصل الى العمل. طيب نستكمل مع بعض باقي الجزئية دي. Reading workbook page 30. طيب احنا الجزئية دي موجودة في workbook page 30 نقراها عشان برضو فيها الكلمات ممكن تكون مهمة. Captain Scott was a famous English soldier، هو كان عسكري او جندي مشهور جدا وكان طبعا جنسيته انجليزية واسمه Captain Scott. He loved adventure، هو عشق المغامرة. And wanted to go to the middle of Antarctica، وأراد أن يذهب إلى منتصف أو وسط أنتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية. In 1910 في عام 1910 Scott started his trip، بدأ رحلته، وطبعا trip رحلة قصيرة، with four other people مع أربع أناس آخرين. If they got there لو وصلوا هناك they would be the first people to walk to the middle of Antarctica، هيكونوا هم أول ناس وصلوا لمنتصف أنتاركتيكا. It was a long and difficult walk، كانت تمشية صعبة وطويلة جدا. But in January 1911 في شهر يناير 1911 they finally arrived، هم أخيرا وصلوا. However مع ذلك أو على الرغم من ذلك Scott found that he was not the first person to walk there، اكتشف ان هو مش اول واحد يمشي هناك او يوصل حتى لهناك. A man called Roald Amundsen، طبعا Amundsen بس مش هنقراها كده Amundsen، Roald Amundsen and his team وفريقه has arrived one month earlier، وصلوا اكتشف اني رجل يدعى أو يدعى رولد أماتسون والفريق بتاعه وصلوا بشهر قبل كابتن سكوت. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بقى what did captain scott do that was different to رولد أماتسون، ايه اللي عمله كابتن سكوت كان مختلف عن رولد أماتسون. captain scott did not have the modern equipment، هو ما كانش معاه المعدات الحديثه that Roald Amundsen had and he didn't know how to travel in the snow، ما كانش معاه المعدات الحديثة اللي كانت مع Roald Amundsen، وكمان he did not know ما كانش يعرف how to travel in the snow ازاي يقدر يسافر او يتمشى كمان، لان travel كمان قلنا ينتقل في الجليد تمام. As well as Roald Amundsen، كما كان يستطيع أن يفعل زي ما احنا بنقول مثلا Roald Amundsen، لو أنا هترجمها عشان بس تمشي مع النص بالطريقة دي تمام. دي جزئية الworkbook أو reading اللي موجودة في الworkbook. تعال نشوف بقى الفوكابلري اللي عندي على lessons 3 و 4. Terrible رهيب أو فظيع، believe يصدق أو يؤمن، surprised مندهش، worried قلق، contents محتويات، ودي المعنى الجديد لcontent اللي هي راضي أو قانع حطينا لها إثبات contents المحتويات، wonderful رائع، refuse طبعا بمعنى يرفض وده المعنى اللي احنا عرفناه، وبعد كده قمامة أو بقايا ك
كمان كنوع. تمام. perhaps ربما. bell جرس. dear عزيز أو غالي. trip رحلة قصيرة. escape يهرب. close يغلق. ولو هتبقى بمعنى قريب من صفة احنا بننطقها close بالسه ساوند مش بالزي بقى ان انا اقول close. تمام. لا close. stick عصا. owner مالك. car park هي ساحة انتظار السيارات. stress تشديد على مقطع في الكلمة. syllable يعني مقطع في الكلمة. call يتصل تليفونيا او ينادي. طبعا بس عشان ارجع للستريس وسلبل، سلبل هي مقطع في الكلمة لان انا عندي كل كلمة بتكون مقسمة الى مقاطع. دي حاجة علم في علم الصوتيات، ازاي اعرف انطق كلمة. العلم ده اسمه فيناتكس، علم الصوتيات. فعندي في حاجة اسمها كل كلمة بتتقسم لكم مقطع، في كلمة بتتكون من مقطع واحد، في مقطعين، في ثلاثة، في يعني مقاطع لغاية ستة وسبعة، وفي اكتر كمان حسب عدد حروف الكلمة وحسب مقاطعها. وفي عندي ستريس اللي هي التجديد. هديك مثال كده سريع بس. احنا عندنا كلمة present اللي هي مضارع. present مضارع. انا عندي هنا الشدة او التجديد على البي، فانا بقول present. لو انا حطيتها على بداية المقطع التاني من الكلمة فبتبقى present. زنت. present. فبقت بمعنى تاني خالص. تخيل اللي هي بمعنى يقدم، نفس السبيلنج ولكن الستريس بيخلينا ننطق الكلمه بشكل مختلف. تمام. ده بس كده كان مثال سريع على كلمه present وpresent. الاثنين نفس الكتابه، نفس طريقه الكتابه يعني نفس السبيلنج، ولكن التجديد غير نطقها وفي نفس الوقت كمان معناها مختلف. present بقى معناها مضارع ومعناها حاضر ومعناها هديه، لكن present معناها يقدم. يقول لك مثلا Egyptian television presents، التلفزيون المصري يقدم. نكمل. كنا قلنا call يتصل تليفونيا او ينادي كمان. robbers لصوص. necklace يعني عقد. soldier يعني جندي او عسكري طبعا. adventure يعني مغامرة. نستكمل مع بعض. copy ينسخ. nearby قريب. sports club نادي رياضي. guess يخمن. return يعود. without بدون. during أثناء أو خلال. results نتائج. Antarctica القارة القطبية الجنوبية زي ما قلنا. equipment معدات، ودي على طول ما بيتحطلهاش S، هي كده معناها أصلا معدات. uncountable noun. discovery اكتشاف. useful مفيد. stress sorry successful ناجح. bit قطعة صغيرة، قطعة صغيرة من أي حاجة يعني. وحتى لو عايز اقول ان انا يعني الى حد ما بشكل قليل يعني انا يعني I'm a bit tired، يعني انا بقدر صغير يعني او تعبان. تمام. discover يكتشف. نستكمل مع بعض الجزئية القادمة مع ال conjugation of irregular verbs. leave left left. break broke broken. hurt hurt hurt. اتفقنا ان دي hurt مش heart اللي هي H-E-A-R-T اللي هي قلب، لكن دي بمعنى يؤذي. ننتقل للي بعده. words and opposites الكلمة وعكسها. happy unhappy أو sad. kind unkind. close هنا بقى هنطقها close مش close. close far. fall into the canal يسقط في القناة. for a long time لمدة طويلة. come back يعود. make up a story يألف قصة. move past يتحرك مرا بي أو يعبر يعني من أمام أو بجانب، هي ما فيهاش كلمة بجانب ولكن يعني يتحرك مرا بي بمكان معين. take off يقلع أو تقلع زي تحديدا الطائرة. be away طبعا be يعني verb to be بقى am أو is أو are، يعني he is away مثلا هو بعيدا سافر بعيدا. go for a ride يذهب للنزهة بالدراجة، وعلى فكرة لو في الملاهي برضو بنقول go for a ride. تمام. واللعبة في الملاهي اسمها ride، ركوبة يعني زي ما احنا بنقول. do the right thing يقوم بعمل الشيء الصحيح زي حزلقوم كده. find out يكتشف.
go faster تزداد سرعة take back يسترجع أو يسترد belong to يخص أو ينتمي إلى make a discovery يكتشف with sticks باستخدام العصا respond to يستجيب لي have a baby يرزق بمولود in pairs في ثنائيات يعني اتنين اتنين مش individual مثلا يعني فردي أو مش group work عمل جماعي لأ دي in pairs في ثنائيات يعني everyone has a partner as we say well done أحسنت well done أحسنت copy the answer ينسخ الإجابة تمام نبدأ مع بعض على طول الأسئلة number one before going shopping قبل لما تذهب للتسوق أو قبل الذهاب للتسوق my mother checked the ماما فحصت إيه of the bridge refuse ولا content ولا contents ولا equipment أنا عايز أقول محتويات التلاجة عشان نشوف هتجيب إيه طبعا محتويات اللي هي number C contents مظبوط number two The hotel puts all its space in a special place behind the building. الفندق بيحط كل ايه اللي تبعه in a special place behind the building في مكان خاص خلف المبنى. يا ترى بيحط ال visitors الزوار ولا food الطعام ولا drinks مشروبات ولا refuse اللي هي ال مش هينفع اللي هي الإجابة بصراحة القمامة تمام مظبوط لأن طبعا خلف المبنى فعلا أكيد يعني. It's really amazing. حقا شيء رائع. I can't space it. Understand it. مش قادر أفهمه. ولا I can't refuse it. مش قادر أرفضه. ولا I can't believe it. مش قادر أصدقه. ولا I can't respond it. طبعا مش هينفع respond it أصلا كجملة. فبنستبعدها. لكن respond معناها يستجيب يعني. فمش هقول يستجيب هو. ماشي. فطبعا I can't believe it. أنا مش قادر أصدق. Number four, I'm very space about my father. أنا إيه جدا بخصوص والدي. He didn't return until now. ما رجعش لغاية دلوقتي يبقى أنا أكيد قلقان. Unkind ولا kind ولا happy ولا worried. يا ترى أي واحدة فيهم بتساوي قلقان أو بمعنى قلقان أكيد worried. مظبوط جدا. هننتقل بقى لنمبر five. Robbers, اللصوص, are very space people. هم إيه ناس إيه بالظبط. They always want to steal more money. هم دايما عايزين يسرقوا فلوس زيادة. يا ترى هم good people ولا terrible people ولا polite people ولا useful people. أكيد ناس فظاع. شيء فظيع زي ما اتفقنا. فإحنا كلمة فظيع terrible. Terrible people. طيب. برضو مع أسئلة الـ choices. أسئلة الاختيارات. Number one. May I space your pen please? هل لي أن أستلف قلمك؟ فكلمة يستلف. يستلف لند يعني يسلف بورو يستلف وستيل يعني يسرق حلو قوي لو انا هقول له مي اي ستيل ممكن اسرق قلمك او تيرن وطبعا تيرن معناها حسب بقى تيرن باك ممكن يرجع يعني تيرن ممكن يعني تيرن اون وتيرن اوف يشغل يقفل هي وتيرن برضو معناها ملف يو تيرن يعني ليها اكتر من معنى فطبعا انا مي اي بورو هل لي ان استلف طبعا مش هقول هل من الممكن ان اسرق قلمك يعني ان انا اقول له ستيل ها نمبر 2 I don't space the answers from the person next to me انا ايه ما عملتش ايه الاجابات من الشخص اللي جنبي I don't ايه انا ما بقى ايه I don't make ما بعملش ولا I don't give ما بعطيش يعني يعطي ولا طبعا عشان ما فيا ولا I don't copy ما بنقلش ما بنسخش ولا I don't guess ما بخمنش طبعا ما بنقلش او ما بنسخش فا I don't copy number three أسامة fell space a canal yesterday وقع عايز اقول وقع فيه فانا on ولا out out to ولا into ولا to وقع فيه بقى فهي طبعا into number four the necklace belongs رحمة فانا عايز اقول ان العقد يخص رحمة دايما belong بيجي معها to belongs to تمام دي حفظ طبعا May I turn space the TV to watch the match dad هل لي أن أشغل التلفاز عشان أنا عايز أتفرج على المباراة to watch لكي أشاهد المباراة يا والدي فأكيد طبعا زي ما احنا قلنا فوق turn إيه عندنا turn on و turn off أنا عايز أشغل فturn on
مظبوط جدا. وتيرن اوف اللي هي في الاخر اوف مش اوف، اوف دي يعني يغلق، بس طبعا انا عايز اشغل. نمبر 6 she passed her exams she is very، هي عدت من الاختبارات بتاعتها، اجتازت الاختبارات. she is very a happy سعيده ولا unhappy غير سعيده ولا unkind يعني مش طيبه القلب ولا she is very worried هي قلقانه جدا. هي خلاص عدت المرحله دي ف she is very happy هي سعيده جدا. Number 7 this is a or an man he treats the children badly هو بيعامل الاطفال بشكل سيء جدا. فهل هو طيب kind ولا unkind يعني غير عطوف او غير طيب ولا happy سعيد ولا nice يعني شخص لطيف. طبعا ما دام بيعامل الاطفال badly بسوء فهو unkind غير عطوف او غير طيب. تمام ننتقل بقى لجزئيه السيتويشن لانجويج فانكشنز اللي بتجيلنا برضه سهله. وعند سماع الاخبار الجيده والساره انا بقدر اقول هاو wonderful يا له من شيء رائع، وممكن اقول really I can't believe it حقا انا لا استطيع ان اصدق ذلك. على سبيل المثال ان هو مثلا بيقول your friend told you that you won a gold medal قال لك ان انت كسبت ميداليه ذهبيه، فانت هتقول له هاو wonderful يا له من شيء رائع. A friend tells you that you passed the exams and came first. صديقك جاي بيقول لك ان انت اكتست الاختبارات وكمان طلعت الاول. ف really I can't believe it. حقا انا لا استطيع ان اصدق ذلك. تمام؟ انت طبعا عارف انت بتعمل ايه ها؟ عشان كده مش مصدق. طيب number two عند سماع الاخبار السيئه بقى. Oh dear واسف يا الهي خبر حزين طبعا. Oh no يا آسف لسماع هذا الخبر وطبعا خبر سيء. بس أنا شايف يعني إن عادي خبر حزين خبر سيء بس غالبا يعني خلينا ده خبر حزين وده خبر سيء. How terrible يا له من شيء فظيع. Your friend had a bad accident صديقك حصل له حادثة وحادثة سيئة يعني فأنت طبعا هيصعب عليك فده خبر حزين. Oh dear ماشي بس عادي لو أنا قلت Oh no يعني ما يا أسف فاهم ده خبر سيء طبعا برضو. تمام نشوف جزئية السيتويشن بيجي ازاي في الفقرة اللي جاية. تمام ادي language functions write what you would say in each of the following situations. Your friend's aunt died عمة صديقك توفاها الله died ماتت. طبعا احنا اتفقنا الخبر الحزين ان انا هقول oh dear بس بحط الاكسكلاميشن مارك بتاعتي. Your favorite football player scored a goal a good goal كمان لعيب الكرة القدم اللي انت بتشجعه او المفضل بالنسبة لك احرز هدف جيد فانت طبعا حاجة يعني رائعة بالنسبة لك. انا ممكن اقول how wonderful يا له من شيء رائع. Your father bought a new car والدك اشترى سيارة جديدة هنقول ايه really I can't believe it حقا انا لا اصدق ذلك خبر كويس يعني بس انت مش مصدق. Number 4 your brother has lost his bicycle صديقك فقد دركته مش لاقيها ده خبر سيء فهقول how terrible يا له من شيء فظيع. Number 5 your friend has failed his math test صديقك يعني سقط في اختبار الماس او فشل في اختبار الماس فطبعا ده خبر سيء. Oh no تمام. Your friend's sister اخت صديقك has just had a baby رزقت بطفل جميل زي بنك الحظ كده ها تمام فهنقول how wonderful يا له من شيء رائع. تمام ممكن really I can believe it مش مصدق. تمام فالموضوع سهل يعني وبسيط ونقدر نهندل يعني ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله. احنا ان شاء الله مع السؤال ده وصلنا لنهايه حلقتنا. يا ريت ما ننساش طبعا الشعار بتاعنا لايك وشير وما تحرمش الغير. يا ريت ما ننساش سبسكرايب في القناه وفعل الجرس ونقول لبقى لاصحابنا واصدقائنا يعني عن القناه عشان ان شاء الله الكل يستفيد.
ما ننساش كمان ان احنا نسيب اسئلتنا على الهاشتاج ايزي انجليزي زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الفيسبوك، وان شاء الله انا كل فترة هخش اشوف الاسئلة المتاحة وانس يعني ان انا عندي وقت ان شاء الله، بحيث ان انا اقدر اجاوب على الناس كلها في نفس الوقت. يا رب اكون يعني قدرت افيدكم. اشوفكم ان شاء الله دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.